منذ أن تداولت بعض وسائل الإعلام إيجاد حل للأزمة القطرية، والإعلام القطري مستمر في سياساته العدوانية وإساءاته المستمرة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب عبر تقارير وأخبار امتلأ بها إعلام نظامه المرئي والمقروء، وهو دأب النظام القطري في انتهاج الإساءة والتحريض ضد الدول الخليجية والعربية، في تناقض واضح لتصريحات المسؤولين القطريين الداعية إلى تحقيق الوحدة الخليجية.